بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. باسم جمعية أعمال الشمعية لعمال النظافة بمدينة المحمدية، ها نحن اليوم نجدد بيعتنا وولاءنا للعرش العلوي المجيد، ونحتفل بالذكر 16 لتربع صاحب الجلالة أمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين على عرش أسلافه المنعمين كباقي ربوع المملكة الشريفة، وتتميما لجمعية الأعمال الاجتماعية لعمال النظافة بالمحمدية. وعلى شرفكم أنتم الحاضرين نحني أمسيتنا الفنية اكتفاء بذكرى عيد العرش المجيد. ولا يفوتنا إلا أن ننوه كل مجهود جبار بمناسباتنا المتعددة والمتكررة، ونوجه الشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح هذا الحفل البهيج سواء من بعيد أو من قريب. ووقف بالذكر السلطات المحلية وعلى رأسها عامل صاحب الجلالة بعمالة المحمدية، الشكر الجزيل لشركة والشكر والشكر الجائز لشركة سيطة البيضاء ولجمعيات المجتمع المدني الحاضر والفرق التي شاركتنا هذا الاحتفال. وفي الختام تحية خاصة لكل مواطن غيور على وطنه، وشعارنا الله الوطن الملك. أخوكم عبد الخالق السوسي رئيس جمعية أعمال الشماعية. وفي الختام هذا بداو بلا ورقه، مرحبا بكم هذا الحفل ديالكم اللي غادي كل سنه ان شاء الله غادي نحتفلوا بعيد العرش المجيد امير المؤمنين سيدي محمد ايده الله ونصره. احتفلوا انتم وليداتكم ومرحبا بكم في كل عام.